بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبا سألك أبو محمد هالحين، هالعنوس هاللي زي ما نشوف شايف هالعالم، ما أدري وش يعني أسباب الأسباب والعلاج، وش رأيك أبو محمد الأسباب والعلاج؟ لكن ناقش على الله ينفع إن شاء الله كلامنا هذا. والله يا والله يا أبو وليد، اللهم صل على محمد. أول ما هنا كل ما جات تكلف بحياة الناس والصعوبة بحياة الناس تعبوا زيادة، لا من جهة الأكل ولا اللبس ولا السكن ولا العروس، سببه كله التكلف. يعني طلع من حياة الناس أو من حياة أكثر الناس حياة البساطة. إيه، أصلاً حياة الأنبياء قائمة على الدين والبساطة، وحياة الأشقياء قائمة على التكلف وترك الدين وتعظيم الدنيا. صح. الحل وش هو الحين؟ الحين مشكلة العنوسة مثلا، عندنا مشكلة العنوسة هل يدام الله خير، الناس متضايقين منه، والبيوت امتلت شباب وامتلت بنات وعجزة وبحلة، وترى ما يردهم عن هذا كله إلا المصاريف والتكاليف. بنات قعدن وعيال قعدوا وعمارهم على 30 وبنات على 30، يعني مسألة مين بسيطة. وحنا من أول نظن أن الناس يدورون الزين ويدورون لما قال المعنى والرسوم الزينة وزينة الجسوم والدقاقة وكذا، لا أثرهم وهو بالعلة ذا كله، العلة هذا اللي بتشهوة من شبع تبيصر، لكن مصيبك من زويان من الجوعان، الجوعان زويان ما يردوا على العرس اللي تكلف، البنت بحال ومحتول، اللي راتبه 5000 6000 هالحين معلقته بهدب عيونه، ناشف الريت ومن دبلة تبدو من المصاريف والتكاليف، ما يوفر ولا قرش يحك بعينه آخر الشهر. والله مشكلة. مشكلة مشاكل، لو هي مشكلة حليناها صح، لكن مشاكل الأمر ما فيه أنهم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يدخل أول شيء بعذاب أدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى الحين حالي قبل العرس، والعذاب الأكبر اللي عقب العرس. اللهم عافينا. طيب الأولين ما اشتمورهم بالبساطة وذاك ايه الأولين، يا الله من فضلك الأولين، الأول تحول يا حبيبي، الأولين يا بي عندهم الحمولة، لكن طلع بعض هالعجز اللي قال لهن عزارد تفشرهن ها مرة. أول ما تحذر منه تحذر البنت من إبليس وتحذر من الشيطان أو اليهود وكيدهم، لا أول ما تحذر من الحمولة أجي وتزرع قلوب البريئات الفتيات ان اللي تنزل عند حموله انه مقعودا على نهضة وانه ميت حيلة وانحظة بس فلسافلين، ولا بخير نبت ولا تاخذ حريته ولا شيء نبت بعذاب، يعني بعذاب هم البيه حوت فزز عند حموله ولا لحالنا، عند حموله ولا لحالنا. طيب لحالكم يا بنيتي توكم لساتكم صغار، لساتكم شبان صغارين، ها من اول لا نزل الواحد عند حموله ولا يرون فضلك على جار مهناش، والكهرب ما عليشين، والما مع هالجماعة، والجدر فرد حمزة ثاير من حين راتب راتب الجدر، يعني مكفول محفول هاب على كل حال. والله فرق إذا صار معهم صيريف يوم بيشري له جوال ولا بيشري له سوارة ولا بيشري له تنورة أو بلوزة أو بيشري له يعني حركات مكييج وتمدري ويش، أو بيطلع يستانس وياه يتمشون لهم يومين أو بيعزمه بمطعم أو بشليه. ما قلت رجل هبي ترى راس ماله وتزين اموره وصير عنده راس ماله وتحرك كذا، لانه يعني مكفول محفول. اي نعم، لكن الحين يقدر، لا الحين ما مو ما اقول انك قبل يجي اقصاد مسكين مستنزم بهن قبل يستلمهن، جل صار العرس يوحش هذي بالحيل يجدعوا للبس ولا يعرس، يعني ما في الا نرجع الحموله، ما فيه الحل الان الا بالبساطه. بيوت قاعده الحين فاضيه، البيوت فاضية صارت للسواويت الخدادين ما غير راس وراس شعيلة، المرة اللي ذنبها نشاف تردد على تحفيظها القرآن ولا من الطفل طيحت جدار ويقعد تقعد هي شوية العالم أبد، والله يتشاكون الضيم تقلب باليس بهالدار، لا هم لا بينهم هاك العلوم اللي انت خابرة وصايرين مبارك الله فيك، بس اجبس ضغط بتسكر بيه ملع بيه فت كبير ريح بيه بعج، كان الذيب كان وليد وما ادري متى بيموت، فلان مات وفلان صخن وفلان بجوطه وفلان بالانعاش، شكاك فكاكات أحول ولا قوة إلا بالله. يعني مشكلة الإنسان لما يعمي نفسه بروحه
ويعمي نفسه بنفسه. على كل ابو حال الامر ما فيه بس انهم يرجعون الحموله، والله اني خبرها لها كثير انهم سته معرسين بدار واحده، والعبره انه عندهم الا حمام واحد. لكن الاول وش يقول؟ من عبر الدنيا بعبر انت عبر، ومن رقعه تثرت عليها المفاتيك. وهنا بعد مساله انه لو صار بيت الحاله راسه وراسه كل شوي يتنادرون، هو بيسهر عند في دينه وبيروح لمخوياه ومكاشيته وحركته وشغله ويمينه ويساره، وهي بعد بتقعد ضايق صادر انت عودتن على هالحنه ورنه. فهمت؟ نعم فهمت. فاستر له تقعد عند هاله مع هالحمول وتستانس معهم بس اقلب معهم. لا وهنا مساله بعد اليوم البيوت وسيعه بعد ما هي مثل من اول، اليوم عنده بوفيه صغير وحمام وعنده بارك الله فيك غرفة النوم فوق وصالة جانبية ومجيسون صغير، وصارت شقه داخلية مثل الغرفة المفروشة اللي بهالمحلات اللي يستاجرون الغرفة المفروشة اللي مثل الفنادق. يا سلام. طيب وبعض البنات الحين لو صار عند الحمولة بدأت بس تناظر عيوبهم وتناظر مساوئهم، ما تناظر المحاسن أبد 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 أبد، وتخلق المشاكل. يرتب علي يا شيطان، ما البيوت ما بذكر، البيت اللي يذكر الله فيه يكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله. صح. والعكس كذلك، اللي ما يذكر الله فيه يضيق على أهله ويكثر شره ويقل خيره. المفترض أن كلنا يعني دائما نتكلم بالمحاسن ونعالج المساوئ. إن ترى عيبا فسدد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. ويقول أيضا من الذي ما ساء قط من له الحسن فقط. طيب وتكاليف هالزواج اللي طعن في القصر رحيم 50,000 و60,000 و40,000، القصر الحال والمالي من مدري بكم وذا بادري كم، ما في حل لهالشغل. لا ما تك الطلاعات ولا الرضاوات ولا الصباحات، تبغى غرب البقعة. شو الحل؟ ما في الا نرجع بس. اللي يقولون الاولين دو دو دبر بعضهم تليمن على بعض، تبسطوا ترتاحون، ترى الدنيا تافهة، الدنيا ثانية ولا احنا براجعين الا مرة ثانية. الدنيا كفو من هيلو، من عبر الدنيا بعبر تعبر، ومن رقعة تثرت عليها المفاتيك. طيب يعني معناته المفترض انه مثلا يصير الوليمة بالبيت ولا باستراحة بسيطة، وذي بيع ذي بيع عدين وبعض هذولا وبعض هذولا، والحمد لله. وشو التكلف وشو على كل ابو حال، حتى الناس اللي يجون احد اللي يعزمون يا شيخ ضاق اسطورهم، والله انه واحد يجي يسكت غصوب. تيف البطاقة تكلف بعض مرات 10 ريال 15-20-30 ريال الوحدة. حول ولا قوة إلا بالله. غير الآن البوفيهات المفتوحة وغير الكوشات وغير الطواعين وشيء رضاوة الإبليس. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تبذر تبذيرا، إن الله لا يهدي من هو متكبر. المسرف هذا والمتكبر الله ما يبي. فمعناته الحين الحل بس نرجع للحياة البساطة. لا واللي بعد يكره البنية حول بالحمولة بعض هالعجيزات الله يهديهن، أقرب أول العمر غايرة على رجله لا يعرس، وتال العمر تغار من مرت ولده. شوف البشر أعوذ بالله. إبليس رات من عليا 60 شيطان، 20 بعيونه و20 بلسانه و15 على قلبه. سوء ظن وراحوا وشروا وحطوا ويحبه ولا يحبن. أول ما أنا محتلة تنالب ويحوا اليوم على ونشاطه ونسيت شبابي وطربي. يوم هو ولد ويوم هو نشيط وبوه مويهات وبوه حركات، وهي أعوذ بالله محتلة احتلال إسرائيل الفلسطين. يعني كتم الحريات. ما تشوف الضغط والسكر والزنطارية والعنتلج دفتاترتنا بهالزمان. يعني ما يقدر ينفس. ما يقدر ينفس. ما يقدر يهوجس وانت الصاد. يا ساتر. هم من عاد يا حول يوم قضت من الشايب حطت حيلة بظهرت من نيتها الحلال. لي والله. خذت من ولدي زينت بي بولدي. البلا هالعقرب ذي اللي تقل كاف. بس ترى عاد ما بكثار مجتمعنا يعني. الله يهجدهن ويجاهد عنا من لنا اقوى جهاد وما يراب الشرك الا الحمد. هالجلطات وهالسرطانات وهالتليفات وهالسكر لله الحمد ريح كثير من العباد. الله حكيم عليه سبحانه. الله أولادهن يا ويلهن من الله يا ويلهن من الله. الذنوب والله كثير. والله من بغضه نعوذ بالله. خبر واحد سنة كثير الله يغفر لنا ولا توفيت إلى سمعت جنب دد 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 إلى سمعت الجنب قالت الله يجعل إنسان هو ولد من الله يصبغ سلوكهم، وإنسان هو على مره ما نبقى يتيشين أذل الحوبة على بناتي.
أفرح إلى المسلمين الله لا يزال ظالم خير. الله يعين. عاد أنا أبني بالبيوت من البنات الثلاثين والخمسة والعشرين من الحريم اللي حوله. أيوة فاتنا الظنا فاتنا الخير. ننظر بعين واحدة مصيبتنا. أنت طريت وحسن الظن. وأنا عندي سالفة مرت من واحد الرجال عن حسن الظن وسوء الظن. أسلم. واحد عنده مرتين. وما نتكلم أنا مرت عن حسن الظن وسوء الظن. قلت إن حسن الظن لا يحتاج دليل لكن سوء الظن يحتاج دليل. قال يا أخي تصدق إن عندي مرتين، مرتن عنده سوء الظن ومرتن عنده حسن الظن. اللي عنده حسن الظن إذا قلت بيزورونا أخوي وعيالك الله يحييهم والله أنهم واصلين وحبيبين وطيبين الله يجزاهم خير. وهذه اسم سوء الظن. إذا قال لي بيزورون أخوي وعيالك قلت إيه مو بحب لنا كلك والله مغربنا نطبخ لهم يبي يشرفون علينا. يقول والله العظيم يحلف علي إن كلنا إنها مرتين عندي، إذا عنده حسن ظن وإذا عنده سوء ظن. الله يرزقنا حسن الظن. آمين. اللهم اصلح احوال المسلمين. آمين. اللهم اصلح احوال المسلمين. آمين. اللهم اصلح احوال المسلمين. آمين. حكاما ومحكومين يا ارحم الراحمين. آمين. يا ذا الجلال والاكرام صلى الله على نبينا محمد.